مهدي مليار صباح صباح النور صباح النور خويا مومو وشكرا على الاستضافه مرحبا الغزال فين قبلتي انت؟ آه كنت بالزاف كتير بالزاف. بالزاف. واحد ما تبين بزاف كتبان بزاف واحد الغبره نظرا للظروف العائليه الوالد ديالي شويه عيان و يكون باس اخويا الله يشافيه راه تصحى وتطوب المهدي من يرى تكونوا تبعتوا هذه دي دي مده شحال شي خمس سنين, سنين. من آه 2015 2016 اه 2015 بنتي بزاف بنتي بنتي على انه اللي بغى ولده ينجح ولا بنته تنجح خاصها دير معاك الدروس ياك <applause> هادشي هادشي باش هادشي باش تعرفتي انت أه، مزيود في 96 مهدي من يار أه، 15 اوت انت آه، في 96 عندك يعني 26 عام قربت تكمل 27 عام قريب ان شاء الله بحول الله انت من برنوصي اصلك من برنوصي تزاديتي في مراكش بحكم العمل ديال الاب ديالك تزاديتي هذيك الساعه الام كانت حامله بك وولداتك في مراكش أفرح. والقرايه ديك انت كنت ما كنتيش مواظب جدا لا ما كنتش مواظب يعني كما كنقولوا كان قادر نعطي ولكن انا ما بغيتش نقرا ايوا آه انا فهمتي داك الشغاب و... المراهقه آه. راك عارف <تصفيق> <تصفيق> ولكن في الوقت كنت كتقرا و كدوز امتحان عمرك ما سقتي لا لا ما عمري سقت لا عمرك سقتي و الباك ديالك الباك شحال جبتي الباك كان عندي نقطه طايحه في الجاوي بزاف واخا كانت عندي واحد من النقطه متدنيه <applause> ان كنت المواد العلميه في البرومير اني باك وفي الدوزيام اني باك كلشي كيقول لي ما غتنجحش <applause> الاستاذ اللي كندخل عنده يقول لي هذه نقطه هذه ما غتنجحش خديتها و... يعني كافحت وضربت تمارة ديال بصح باش آه آه انني ناخذ الشهاده ديال البكالوريا وهذيك التجربه ديالي طبقتها على ذوك الداري اللي تا هما ضعاف في الجهاوي آه صفر 98 واحد في الجهاوي جوج آه في الجهاوي ثلاثه في الجهاوي آه وكيتمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى من النجاح كنديروا شويه ديال الجهاد وصافي. الحمد لله داكشي اللي ما تايا ما بغيتيش دراي اخرين آه يعيشوا آه وبديتي مع بديتي آه مع الدراري ديال آه البرنوسي. آه ولا اللي بديش معاهم كتعاونهم جوج الدراري اللي قراو معايا وسطو آه. عبد الرحيم حطبي آه. وعمر الدراز هادو جوج اللي بديت معاهم دوزو معا. آه كانوا كيقراو معايا وسقطو وبديت كنبريباري معاهم هما صافي مشاو كي مشاو كي كيجيبو مزيان في العربيه 18 17 كيقول لهم الدراري فين كتقراو يقول لي مرة كنديروا الدروس السوايع اه, آه كنديروا السوايع آه عند واحد الاستاذ صافي بقاو كيجيو كانت الانطلاقه هكا الانطلاقه هذيك الساعه فهمتي انت عندك واحد الموهبه وعندك انت واحد الحب انا دائما لا اعتبر التدريس مهنه بقدر ما اعتبره حلم حلم طالما راودني فبدات برسم معالمه مع تلاميذي منذ سنوات الى ان صارت سمعتنا تسبقنا ابا آه. آه. أه. الحمد لله اخويا الله بالخير الحمد لله شحال شحال من سونتر دابا ديال السوايع اه عندي في آه عندي في آه دابا درت مدارس حره yeah. يعني سونتر عندي في برنونسي في مدينه الجديده uh -huh. في المحمديه uh -huh. وفي حد السوالم uh -huh. وفي مراكش مزيان uh -huh. مدارس ولا ولا <applause> الجوج؟ لا مدارس يلاه غيفتحوا ان شاء الله uh -huh. ولي سونتر خدامين الحمد لله <applause> الله يكون بخير اخويا ودوزتي عندك <applause> اربعه <أتكار تصفيق> ديبلوم ديال دي الكوتشينغ سكولير <applause> نعم <applause> <تصفي كاين الكوتشينغ سكولير اه الكوتشينغ سكولير ماشي بحال الزوت كوتشينغ الكوتشينغ سكولير ورا لا لاحظتي في الطريقه ديال التلقين ديالي كنخدم بالكوتشينغ مع التلاميذ كنخدم يعني مثلا كيف كيف كيفاش غادي يجي عندي واحد الولد اللي هو اصلا ما كيحملش شي حاجه يعني كما كنقولوا ما كيحملش يهز الكتاب وما كيحملش ما يعني مش هذاك الوقت ديال ان قرا ولا نضربك قرا ولا نعيرك لا خاصك تدخل لي القرايه بواحد الطريقه أه وتحبب لي القرايه بواحد الطريقه اللي هو كتخدم مع واحد النوع ديال الكوتشينغ هو ما تيحسش ما تيحسش به أه الحمد لله كتكون الحس كتكت... ل... تحببه تحببه في الدراسه <applause> دراسة في الدراسه في القرايه أه. والحمد لله كتكون النتيجه حيت اول حاجه خويا مومو التواصل أه. كومينيكاسيون مع التلاميذ مني كتواصل معاهم وكت يعني كيما كنقولوا كتحط لهم النقط على الحروف كتقول شوف ها انت الا ما قريتيش غيوقع لك وشنو كذا وكتعطيهم امثله غير مثلا غير في الدرب اللي ساكن راه ضروري كيكونوا ناس واصلين وكيكونوا ناس راه راك عارف تا طيب هما الله يعفو عليهم ما غاديش نقولوا لهم شي حاجه غنقولوا الله يعفو عليهم لان كل واحد الظروف ديالو مي فاش كيجي عندك حيت ما كاينش اخويا مو شي واحد كسول أه. ما كاينش شي واحد كسول ولا ما كاينش شي واحد باغي يقرا وما كاينش شي واحد مشاهد كاين واحد تاق في راسو وواحد ما تاقش في راسو أه. كاين واحد بغى عنده الرغبه يعني كتشعل ليه انت هذيك الفتيله حنا كنرجعوا للكوتشينغ يعني كتحاول انك تزرع فيه واحد الفتيله كيولي يعرف غير النجاح أه. ودوزت اخويا مومو العديد من الحالات اللي اش غنقول لك أه بحال في 2019 كانت عندي مرة عندها 65 عام بدات البكالوريا ديالها في مدينه الجديده آه آه السنه الماضيه نسبه النجاح 100% آه. في مدينه الجديده مع العلم ان كاين يعني كاين باك احرار بزاف آه. الناس كيكونوا مقاطعين على الدراسه 20 سنه آه، كيبقى كيبقاو ديما عندهم هذيك دي الفكره ديال الباك وخصوصا يكون عندهم الباك ضروري ضروري وكيجيو الناس تبارك الله اللي واصلين آه. كيجيو الناس اللي واصلين وتا هما كيجلسوا مع هذوك التلاميذ اللي راك عارف انا محتك بزاف مع الدراري مع ولاد الشعب حيت كندير لهم واحد الثمن رمزي باش كل شيء يحاول انه يقرا وكل شيء توصل ليه المعلومه وكنحاولوا نديروا واحد ليكيليبغ ما بين هذوك الدراري اللي اللي كيقراو في المدارس الحره والدراري اللي كي يعني كيديروا دروس الدعم والتقويه. <applause> اه مزيان اخويا الله يكمل بخير مزيان اخويا آه. كنا كنشوفوا بزاف آه. انايا 2016 كنتش اول مره كنا هضرنا عليه حنا آه. كنت كنت هضرتوا عليا في واحد البرنامج انت فازا كا آه. 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 كانت اول مره مور مدان شو اف ميديا كنت... اه وي آه. آه. سي فري اول مره اول مره يا سي فري انا آه. آه. وياك انا وياك حنا قصه كنعرفو بعضياتنا منذ سنين كنهضر انا ومومو ديما <applause> كنبغي نتلاقاو كتخرج شي حاجه تخرج لي انا شي حاجه تخرج لي ولا اول مره غنتلاقاو اول مره اول مره غنتلاقاو ثاني مره كنا تلاقينا في واحد الكافي انا وياك ايه كنا تلاقيت انا وياك فري خويا وصافي هذه نهار تصاطحنا هذه نهار تصاطحنا الله يكمل بالخير اخويا الله يكملك بالخير اخويا والله يصحبك بالخير نسبة النجاح ديال الناس اللي كيتبعوا معك 98% ديال الناس اللي كيديروا معك الدروس دابا حاليا دابا كاين كاين بزاف دابا فترة الامتحانات اليوم بعدا كيدوزوا الدراري دي يعني باك الله يوفقهم والله ينجحهم يا ربي آمين ويصير دوزوا الباك أحرار دوزوا يعني البارح والبارح كانوا باك أحرار كيدوزوا الامتحان السمة اللي كاين الباك اه ان شاء الله كاين حتى الموحد هو اليوم ان الموحد اليوم كاين بروميير اني باك اليوم بروميير اني باك اه الجهاوي السادس تما يدوزو اليوم السادس السادس كاين حنا حنا دابا في لابيريود ديال لي زيكسيرونس الامتحان دابا كومبريسي كاين واحد المساله يهضر عليها بزاف الناس كيتكلموا عليها هي لا جيستيون ديال ديال لا بريسيون ديال ستريس في الوقيته ديال لي بريباراسيون يعني كما كنقولوا التلميذ يعني بحال كيكثر عليه هذاك الشيء آه. ما كيبقاش عارف يعني كيتستريسا كي كيسمح هو في كل شيء آه. آه شنو نقول لك اخويا مومو هي البريباراسيون نورمالمون كتبدا في شهر 9 اه البريباراسيون كتبدا في سبتمبر آه. آه كيكون عندنا واحد المتسع ديال الوقت آه. نبدا نبريباري بشويه بشويه بكل ماده هذا الشيء آه راك كتشوف في لي في فيديو كنخدموا على هذا الشيء آه ولكن دابا في الوقت هذا ما كننصحش بان الانسان يحفظ في الاوقات دابا ديال الامتحان ما خاصكش تحفظ علاش لانك عندك يعني بريسي بالوقت خصك غير تفهم خصك غير تفهم خصك غير يعني كما كنقول تبتكر انت اسلوب ديالك هذاك الموضوع مثلا ديرو باسلوب ديالك انت ديرو على شكل فيلم ديرو انا كنت كنخدم بالطريقة الطريقه هذه أنا أنا فاش كنقرأ كندير مثلا بحلا شي درس ديال الاجتماعيات ولا أه درس في التاريخ تاريش. ولا في الجغرافيا، أش كندير؟ كندير بحلا بحال شي قصة واقعية لي أنا وكن بحلا مثلا 1929 أش أه. أه. كنقول؟ كنقول للواليد زيد في 1929 أه. الوالد ديالي زيد في 1900 باش كنبقى عاقل على ذاك التاريخ أه. باش كنبقى عاقل على ذاك التاريخ ومني كندير الأسلوب ديالي مكن يعني دابا الحفاظة صعيبة صعيبة أه. في هذا الوقت ديال قرب الامتحان خاص الدراري يعني نورمالمون تستوعب إيه. آه تستوعب خصك تستوعب اه تستوعب واعر الفعل تستوعب خاصك تستوعب 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 راسك اخويا راك واش انت مستوعب انا مستوعب 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 بحال بحال واحد البنت في الحصه ديال مراكش عرفتي الدراري مستريسين بالامتحان وخيف كلشي خيف وانا نلقاها هي ساهيه قلت لها مالك وهي تقول لي قلت لي راه كنخمم واحد الكيكه خليتها في الثلاجه غيسبقني خويا ياكلها جابت <لتأكش> شي امتحان جابت شي الباك ما كاينش هذا 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 ليسباس خوي ما كاينش ستريس ما كاين حتى شي حاجه, <تأكش <مكينش>. <تأكش> <مكينشت خيص تأكش> حاجة. يعني اش غنقول لك كاين اللي كيكون حافظ خويا ماما كاين اللي كيكون حافظ كل شيء ومن شهر تسعود هو كيبريباري كيدخل للامتحان العقل ديالو كيولي صفحه بيضه آه. شي دوخ آه. كيتنسى لي كل شيء يعني. واحنا وحنا غنرجعو عاوتاني لانه كان عاطي الامتحان اكثر من الحجم ديالو امتحان آه. راه عادي آه. راك كل نهار كدوزو في القسم الفرق شنو كاين هو غير انك ما غدوش في الليسي ديالك الليسي أه. اللي غدوز فيها والاستاذ اللي غادي يحضرك ماشي هو الاستاذ اللي كان كيقري وغتجلس بوحدك في طاولة هذا هو الفرق صافي جي نفس الاسئله نفس الـ نفس الـ يعني داك الشيء اللي فاهم انت راه ما غي عندكش م... حاجه اللي ما قريتيهاش ما يمكنش ما أه. يمكنش يجيبوا لك شي حاجه اللي خارقه للعاده أه. انسان يمشي حسب الاطار المرجعي اللي فارضه الوزاره الوصيه وزاره التربيه والتعليم أه. يمشي حسب الاطار المرجعي راه اي سؤال غادي تحط لك راه كتكون بريباري راه <applause> يعني ما يجيبوش لك <applause> شي حاجه اه ما يجيبوش لك شي حاجه صعيبه الانسان حنا كنديروا واحد الخطا بحكم الاحتكاك ديالي مع التلاميذ كنشوف بحال دابا تلميذ باش كيحيد عليه ستريس ولا كيمشي يسول صاحبه ناجحه بعشرة آه. كيقدر يعطي شي نصيحه كيخربقوا آه. كيقدر يعني دائما من نبغي نسول <applause> <شي> اغلب <applause> <سمتين تقالو>. آه <applause> آه النصائح اللي سمعتي انت اللي تقالوا الاغلب النصائح اللي تقالوا هو ان الدراري مثلا فاش كيكون كيبريباري من شهر 9 تجي عنده صاحبه تيقول لي تاس بغيت البريباراسيون ورا 15 يوم الاخر ونجحت لخصت كل شيء بقات لك مم. آه 15 يوم يعني آه يعني يوم استقعت... يوم قبل الامتحان هو آه. العام كله دوزو في 15 يوم العام كامل دوزو في 15 يوم مم. يعني هنا الانسان مني لا بغى مثلا يسمع شي نصيحه راه حنا كنقولوا سول المجرب لتسول الطبيب هو الدري مسكين غير كيبغي يريح هذاك الضمير ديالو كيسول هذا ويسول هذا كيفاش دوسي اما غنقول لك واحد الحاجه راه الامتحان دائما غادي يكون ساهل وغادي يكون في داك الشيء اللي قريتي الى ان يريت الله الارض ومن عليها هادشي اللي كاين انت شكون اللي كيحطو كيحطو غير اساتذه كيتفقوا أه. عليه لانه وطني أه. لانه وطني من طنجه للكركرات امتحان أه. وطني أه. أه يعني ماشي بحال الجهاوي كل جهه كتحط الامتحان ديالها هذا امتحان كيتفقوا عليه آه. كي كيحطوه عادي بحال داكشي اللي كنتي كدوز في القسم يعني ما نعطيش اكثر من الحجم ديالو اه هذه هذه اللي الواحد كيتصيد فيها بالمرات كي آه. وعاوتاني كاينه آه. نقطه مهمه خويا مامو هي البريسيون ديال الوالدين آه. بحال البنت شفنا شفنا السنه الماضيه بنت مسكينه انتحرت علاش السبب هو انها خايفه خايفه من والديها خايفه ما تجيبش النقطه خايفه دابا الام والاب ديالك كيبغيوك الوحيد اللي كيبغيوك تكون احسن منهم ولكن كيديروا بعض الاخطاء الوالدين بلا ما يحسوا <مثلا>, <تكلم> مثلا كي بدا يدير واحد المقارنه تيقولي شوف ولد عمك ولد عمك عبد ولا بنت خالتك خمسه ولا بنت خالتك نعيمه ولا 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 فلان راه في الباك وراه نجح ودار وكذا وتنتايا خاصك والله لا تفرتيه شحال خيبه والله لا الانسان كيتشحن <تصفيق> <تصفيق> برسائل سلبيه ما يمكنش يعطي إيه الا بغيناه يعطي خاصنا نحيدوا لي هذوك الرسائل السلبيه بعدا وليت شحن بها يقدر ياخذها من عند الوالدين ديالو من المجتمع من المدرسه من من اي بلاصه يقدر يستمد هذوك الرسائل السلبيه خاصك تحيد لي هذوك الرسائل السلبيه أيه. عاد تلقنو ما يمكنش أه. ليه هو ان بحال مثلا الا جبنا خويا موشيكاس شي كاس ما يمكنش نشربوا منه الا كان ملوت خصنا نقيوه أه. نقيوه عاد نشربوا منه كذلك هذيك الدري خصنا نحيدوا لهذيك هذيك الافكار السلبيه انا شحال من واحد كيجي عندك يقول لي وقال لي الوالد والله ما غتنجح حين هو كيشوف باه قدوه فعلا هو باه قال لي باش انه يدير فيه النفس ولكن هذا خطا حيت هذه الطريقه ديال ديال دي الثقافه دي يعني دي دي آه. المغربيه الطريقه التشجيعيه هذه وبحال من كم آه. كنبدا نقارنوا مع خالتو خالته راه كنزرع فيه واحد شويه ديال الحقد دي بلا من بلا ما نحس اه معلوم آه, آه،, آه، أخ... كنزرع فيه واحد شويه ديال الحقد بلا ما نحس اه ودابا اللي وقع في واحد المستمع هضرت معنا الصباح ولا تسولوا مع تسولوا مهدي منيار مرحبا عيطوا 035 330 330 اللي كيوجدوا الباك اللي كيوجدوا الامتحانات الاباء حتى هما مرحبا 035 330 330 عيطوا تسولوا تهضروا معاه مباشره واحد المستمع هضرت معنا الصباح مهدي آه، هي خايفه ولدها غيدوز الباك هي خايفه اكثر من ولدها ولدها كيقول لها ماما ص... 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 صافي صافي كل شيء وهي مخلوعه اكثر والخلعه وقالت الصباح ومثلا واحد الوقيته لقات راسها كتعطيه هي الخلعه و الخوف و الستريس كدوزو ليه بلا ما بلا ما هو آه كي... هو كيمتص هذاك الشيء حتى هو بلا ما يشعر اه حتى هو كيمتص آه دائما في كل وقت ديال الامتحان كنقول الله يسمح لينا من الوليد آه عرفتي الام مسكينه كتلقى الامهات مع حيت كنمشي انا عند التلاميذ ديالي آه لا مني يدوز كي الامتحان كيخرجوا كيلقاوني آه. لسببين السبب الاول هو كنقول لهم بطريقه غير مباشره الشيء اللي خدمناه واش لقيته ولا لا آه. والسبب الثاني هو كاين شي وليد ولا شي بنت كيكون كي يتيم كيشوف كي صحابو جاوا لهم والديهم مني ملي كي كيشوفني انا بعدا كنمتص لي هذيك ال... آه. هذيك المسكينه هذيك الرغبه في انه يشوف والديه دائما كل سنه كنمشي كندي بلاصه نمشي الجديده اليوم بحال في الجديده غدا في الرباط غدا هنا آه. ضروري نبقى نشوف الدراري ونشوف كيفاش دوزوا الله الخير اخويا آه. يسكر الخير الحمد لله هذا الشيء اللي مزيان الله يكونوا بخير سولوا سولوا مدينه راه 330 330 35 330 330 عندك شي درس حافظو نتايا مزيان شي, شي درس عندك شي درس كاين دروس اش من درس شي درس حافظو مزيان بلا بلا بوليكوب بلا ما كنديرش بوليكوب ندير شي حصه انا وحاتم شحال ما قريتي نتايا شحال هاتي شحال ما شي اجواء ديال القرايه ولا شي كامل لا عندك شي درس ديرهم دابا شويه ديال الاجتماعيات اللي بغيتي صافي ماشي مشكل ما كاينش مشكل نديرو الدرس ديال الثوره الروسيه يلا الحرب يعني. و و و و و لا الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية مراجع 39 45 39 45 جوج مراحل من 39 42 و 42 45 برافو يعني فيها ثلاثة أسئلة أسباب مراحل نتائج هذا الشيء فري. أسباب مراحل نتائج بحال مثلا جات في الامتحان هما ثلاثة الأسئلة اللي يمكن يتحط يعني تمشي لاهم المحاور احنا داوين عليه يعني إنسان يحاول يدير بحال شي قصة بحال شي بحال شي يعني شي حاجه محببه آه اليه آه. آه. ها, ها باو. باو. آه. علاش نض الصداع ها المراحل اللي داز من الصداع اه هذه آه. 42 سوق 42 سوق 42 الميريكان أه. دخلوا آه. دخول آه. الولايات المتحده الامريكيه بعد قصف اليابان القاعده الامريكيه بير هاربر آه. دخول امريكا بشكل مباشر في الحرب شكون الرئيس في الساعه كان الميريكان الامريكان. الامريكان آه روزفلت لا لا فر... آه لا رئيس أمريكا كينيدي لا 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 سوت لاتين فرانكلين روزفلت لا روزفلت روزفلت فرانكلين روزفلت هو اللي كان كان جالس في ال maison blanche في البيرو أوفال ويقول لهم جدوني جبدوني جبدوني دابا جبدوني يلا جبدوني يا تنتوما السلاح في معاهده فيرساي كان الرئيس الامريكي ويلسون ####ف# ألف برافو عليك أخويا فغيمو بغابو داكشي الّي داكشي الفيديو اللي كدير مع التلاميذ والفرحة ديالهم في وسط الإمتحانات وسط التوجات ومن بعد الإمتحانات... اجر هذاك اخويا اجر عظيم هذيك الفرحه ديال الوالدين اخويا مومو ديال ذوك الناس اللي كيكونوا كما كنقولوا احنا اولاد باب الله هي اللي كتخليك انك تستمر هي آه. اللي هي كتخليك انك تعطي تشجع بغض النظر على اي حاجه هذيك آه. الفرحه اللي كتشوفها في ذوك الامهات وفي ذوك الاباء وكيفاش كيبغيو اولادهم انهم يوصلوا وينجحوا كنت كتزيد تموتيفو وكيف ما كنت كتعطيهم طاقه ايجابيه كتستمد كذلك من هذوك الامهات بلا ما يحسوا م. كتستمد منهم هذيك الطاقه كاين الوالدين ما كيكونوش عارفين آه. كيكونوا عارفين شنو يديروا كيبغيو شي حاجه مم. ما كيعرفوش كيديروا وهذيك الساعه الا فاش كتحول هذيك الطاقه اللي خاصها تكون ايجابيه مزيانه باش يشجعهم كتحول لسلبيه فيها آه. لابريسيون فيها الضغط فعندك آه بحال دابا كاين اللي كيبريسي ولدو كيقول لي ضروري خصك تجيب هاد النقطه باش تدخل كذا 18.17 او كيفاش غادي يجيب 18.17 كيفاش غادي يعرف باش انه غيجيب غي 18.17 ما صافي وصلت ملي كنوصل امام امر الواقع صافي خل خلي الدري يتوكل على الله سبحانه وتعالى آه صافي وكما قال الشاعر بروفيت زعيم <applause> لي ليها 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 ليها, 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 ليها حياتك اخبارك كلشي بخير سلام مولا لاباس عليك كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله شكرا على السلامه جديده شكرا الحمد لله ماشي مشكل بغيت تدري معلومه ماشي مشكل اه بغيت نهضر معاها الحمد لله ماشي مشكل نو لا لا بلاتي لا لا نتفاهموا دابا غزرو مع المدي منيار ما تستريسيوش نو ستريس ستريس في الحياه حياه اش كيدير في الحياه بمرات كي كيبرصتك في داكشي اللي باغي دير وكتصدق انت راك عارف كتلقى راسك انت راك عارف تدير داكشي اللي باغي دير انت راك عارف ولكن ما كديروش حيت ستريس اثر عليك والخلعه اثرت عليك وبديتي كت كترتابك المهم استوعبتي مستوعبه لا مازال ما مستوعبه ادري ما ادري ما مدي تكلمي معاه السلام عليكم السلام اختي <سؤال> حياتك كي <كديرة بي> بخير صافي الحمد <سؤال> لله <سؤال> ايتو الحمد لله الله يحفظك دابا انا كنحاول انني نتعايش مع ديك ليدي ديال انني كيفاش غادي نتعامل مع دوك الوراق اللي غيتحطوا قدامي ما ما انني اصلا نفكر فين شي كان ايفو كنفكر ان غيتحطوا بزاف ديال الوراق قدامي وكيفاش غنتعامل معاهم وهذا كنتخلع شنو الشعبه ديالك اختي حياه ديال سيونس فيزيك اه سيونس فيزيك آه ونتي وانت بحكم شحال عندك في الجاوي عندي 13 75 خمسة 75 يعني نقطه مزيانه نقطة مزيانة بزاف كاع <applause> اشنا هي المادة اللي عندك فيها المشكل بزاف بصراحة ما عنديش مشاكل بزاف ولكن كنلقى شي كنلقى شي مشاكل صغيرة في مثلا في الماتش دابا انت ما مستوعباش ان غيتحطوا لك الوراق ديال الامتحان ياك؟ ما عرفتش كيفاش غنتعامل معاهم اه, آه, آه, آه كيفاش غتعاملي مع الامتحان هو اول حاجه خصك تدخلي راسك بان داك الامتحان راه يعني شي حاجه بسيطه هما دوك شحال يعني كت كنتي كتجيبي في الامتحانات في القسم؟ 16 17 ما كنطيحش على هذا المعدل ايوا ان شاء الله غتجيبي 19 في الامتحان الوطني لان الامتحانات ديال القسم صعب من الامتحان الوطني ان شاء الله يا إن شاء الله شوفي عرفي بان الامتحان ما هي الا اسئله تجرى في اخر السنه اسئله اللي انت دائما كنتي كتختبرى فيهم ودائما الاساتذه ديالك كانوا كيدوزوا لك الامتحان راه ماشي غيجي وحياته ويجيبوا لك ورقه ويقول لك صوبي لنا طياره ولا دير لنا شي حاجه ولا آه. تاكلي شي حاجه جديده غيعطيوك هذيك الاسئله اللي كنتي كتقراي يعني ما تحاوليش انك تعمري راسك بشي حاجه اللي خاويه آه. دابا الراس ديالك خصو اصلا يكون خاوي خدمي على الكونسونطراسيون مزيان ودائما اللي دار الله سبحانه وتعالى هي اللي غادي تكون في نهايه المطاف. وحياتك واحد القضيه مهمه جدا وانه انت الشعبه ديالك سيونس فيزيك راه في الامتحان ما غاديش يحطوك اسئله ديال سيونس فيكسيون سيونس فيزيك يبقى سيونس فيزيك ارتاحي ارتاحي مع راسك كيبقاو يخلعوا كيقول لك لا راه الواقع حنا دوينا عليه راه دوينا على سيمون مقبيله يعني ما خصنيش انني اي حاجه ندخلها لراسي نسمع ما خصنيش اي حاجه ندخلها لراسي اول حاجه تيقي في راسك قول الامتحان شوف انت تبارك الله شحال فيك من كيلو حياه شحال شحال من كيلو اه 53 غتقولي انا فيا 53 كيلو غتخلعني ورقه ما فيها غرام واحد <تصفيق> <تصفيق> يعني هضري بحال هكا هضري بحال هكا يعني خلقي لا شوفي الا ما حفزتيش راسك شكون يحفزك كتبي لراسك <applause> برافو ما غنخافش من الامتحان انا غنقدر ندوز انا انا غنوصل انا غنجح انا, غنجح أنا غنجيب 19 كنت كنجيب 16 في القيصه غنجيب 19 حيت الامتحان ساهل باذن الله وانا عندي اليقين بانك غدوزي وغتجيبي مزيان وغتعاودي تعيطي لسي ان شاء الله وتقولي لي راه جبت نقطه زوينه سنحتفلوا الله <applause> والله يا ربي نعيط لك ان شاء الله مرحبا الله يعطيك الحياه تيسا الأمور شكرا عيطي من جديده يا ربي تحياتي الله بارك الله فيك مرحبا مرحبا نوها اش نوها شي بخير سلام سلام الله وعليكم السلام الحمد لله كل كلشي بخير وخير عندك الباك هذا العام اييه ان شاء الله ايوا كي كي غادا مع استوعبتي مستوعبه لا عارفه راسي ندير البخيل دابا الحمد لله مزيان باش بغيت تسولي مهدي من يعرف هذيك ايطون لا بخومييغ في لا فامي اللي غادي يدوز الباك المهم واحد هذاك الشكل انت عندك دابا الامال الجمهور عندك الضغط الجمهور العائلي كيتسنى فيك تاخذي الباك كل شيء يكون بخير وعلى خير شو بغيتي تسولي مهدي بغيت نسولو دابا انا في السفر زعما مخليه حتى الويكاند شنو خصني ندير شنو خصني ما فريمون ما عرفتش دابا انا ما عنديش مع الفلسفه جو سي انا فيزيك بحال بنت اللي عداز انا غنعطيك زعما الفوكس كامل مدير على مات فيزيك اس في تي انا غنعطيك ديال الفلسفه اونغلي خليها زعما تال الاخر انا غادي نعطيك واحد النصيحه من ذهب دابا ده عندنا اربعه ديال ديال الفلسفه العام كامل عندنا الوضع البشري والسياسه والمعرفه والاخلاق انتيا غتحاولي تركزي على جوج مزوئات اختاري جوج مزوئات اللي بغيتي انتيا ركزي عليهم ركزي مم. على جوج من لان النظر اللي الوقت حفظي جوج من عندك عندك تراجعي غير من وحدة، واحده جوج من الزوئات علاش؟ انا داك علاش هو لا واحده لا زيدي وحدة اخرى علاش؟ لان الامتحان الوطني فيه ثلاثه ديال المواضيع اختياريه كلا القوله والسؤال والنص قوله غتجيك في مزوقه السؤال غيجيك في مزوقه النص غيجيك في مزوقه اذا انت حافظه جوج ضروري وحدة غتحط لك في الامتحان الا حفظتي واحده يقدر يهزك الماء ولكن كنا ما زعما انا هذا الوضع البشري ماشي حافظه استاذ عارفين المفارقات حتى انا ماشي زعما شي واحد يحفظ لا بعد اول من. حاجه ماده الف... المادة الفلسفة على ماده الفلسفه ماده ديال الفهم خصني نفهم مزيان ونعرف كل كل مثلا ملي كنهضر على الشخص ولا كنهضر على كنهضر على الحريه ولا على القيمه ولا الهويه اهم حاجه بعد في ماده الفلسفه هي انني ما نخرجش على الموضوع ما يكونش اوكسيجي م... ماشي كيهضروا لي على القيمه وانا نهضر لهم على الحريه ولا كيهضروا لي على الدول يعني كيهضروا لي على العنف وانا نهضر لهم على الحق والعداله ولا كيهضر لي على الوجود الغير وانا نهضر لي على العلاقه مع الغير يعني خفمي اول حاجه نكون ضابط الامور ديالي وما نتلفش في المحور لان اوتوماتيكمون عرفتي المحور وعرفتي المذو وعرفتي المفهوم راه بهذه في حداتها حد راك راك ربحتي النقاط بزاف ربحتي نقاط يعني ما خصنيش ما خصنيش نكون غير اوكسيجي أخي بحاجه هي اوكسيجي ما نكون خارج على الموضوع شكراً <applause> <applause> زيدي حفظي واحد اخر زيدي مزو اخرى اختي زيدي مزو اخرى القضيه بعد مهزوقه ما <تصفح> <applause> زيدي <من> <Denizhi> انا واحد القضيه حياه نهى اسمها نهى <تصفح> <Ninja> <applause> في الفلسفه في الباك درت واحد القضيه ديك الساعه كان هنا الجمال وكان مواضيع اخرى اللي وقع نهى هو انه في الفلسفه في امتحان الفلسفه انا تفلسفت <applause> انا الراي ديالي امثله من الواقع من الواقع مم. وحاجه اخرى نوها وانه عطيت مقولات ديال ديال الفلاسفه اللي قرينا عليهم باش سيتاسيون وانا وانا 18 واحد 18 فلسفه واو 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 ما كتبتش في الوساخ كتبت مهلا. نيشان في ورقه بام وديك انا ماشي ما تيلاش اللي كيكتب في الوسخ نهائيا يعني اه. لان ديجا اه. كنعرف راسي ماشي ما كتبش شي حاجه اللي زعما ساتيسفات صافي كنكتب وصافي غير خصني نعطي الورقه ما نخليهاش في يعني الوساخ لا. لا ركزي شويه ركزي شويه كل خير اه ان شاء الله ضروري ضروري التركيز ومن نعطي الورقه ديالي تنعرف اشنو كتبت ونرد بالي مم. مع الرقم ديال الامتحان السميه ديالي والكنيه ديالي فهمتي راه الانسان كيكون كيكون مستريسي بزاف اه. وكينسى اه اه. شي حوايج اللي مهمه دمت دمت أيه والله بغيت حكي بغيت ندوز واحد الدديكة الأستاذ زياني الفيزيك الأستاذ ماني الماط الأستاذ غازي الإس بي أحسن أساتذة قراوني سمعوا لهم بزاف الله أغنوا واش كان بزاف شكعتها من, من, من سلالة لا بزاف باي باي مرحبا 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 كوتر شخبارك كديرا على صباح الخير صباح النور شكعتها برشيد كل شي بخير شكرا لله الحمد لله ربي يخليك الباك نو ماشي أنا أنا خوتي بجوج خوتي اللي في الباك ونكمل لهم بالخير. شوي بغيت تسولي يا المهدي شوي بغيت تسولي انا بغيت نسول الكوتش دابا انا خويا اللي كبير العام اللي فات كان سقط اه ورجع ماشي مشكل رجع بدعم جديد لا بوزيتيف غادي يجيب مزيان وهذا دابا فاش فاش قربوا كنجلس معاهم هكا كي كيبقى يقول لي ودابا انا الا عاودت دخلت ونعاود ثانية نسقط ويديروا لي فخود وغنبقى انا زعما غير هكا يعني غينجح خويا الصغير وانا غنبقى غير كنعاود 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 بغيت نعرف شنو الحويجات اللي نقدروا نديروا حنا في هاد لا سيمين باش نعطيو هذاك الكوغاج ونحاولوا ونحاول نحيدوا منو هاد لي زيدي شي حويج اللي نخليو فهمتي يبقى بهذيك اللي نغجي بوزيتيف اللي دخل بها في الاول تاع العام اول حاجه اختي خصك تدخلي لي بان السقوط راه ماشي شي حاجه عيب هذه اول حاجه الا سقطتي العام اللي فات راه الدنيا هكا مره ساقات مره نجاح مره فرحان مره الدنيا هكا ما يمكنش لك دائما تنجح انت انت نجحتي في حياتك ديما انا منجحت في حياتي ديما كاع يعني الاشخاص اللي كنصادفهم في حياتنا مره كنجحوا مره كنسقطوا راه اليوم نقدر نكون نجحت في نهاري اليوم وغدا نقدر نفشل في نهاري يعني هذه الدنيا اول حاجه يعرف بان السقوط شي حاجه اللي عاديه هذه خصو يعرفها وخصو يعرف بان راه انت قلتي لي العام كامل هو عنده واحد لينييرجي بوزيتيف يعني هاد يعني هاد الوليد هذا راه بريباري غير هو خايف من انه يسقط علاش ما يبدلش هذيك الفكره يتفكر الرقم ديال الامتحان يتفكركم بان القسميت معلقه وانتم فرحانين وياخذ و... تحدي مع راسو وانا دائما كنقول للتلاميذ مثلا اللي كنكون محتك بهم كنقول لهم الا ما حفزتيش راسك انت وشحنتي راسك بالرسائل الايجابيه من من كتسناها خاصك تبدا براسك انت الاول راه ما يمكنش لك انك راه الله سبحانه وتعالى خلق خلق كل واحد بالعقل ديالو راه يمكنش تلقى كاع الناس بنفس العقل ديالك كاع الناس غيبغيو يموتيفي وكاع الناس غادي يبغيو ويبغيو ويبغي طريقه الموتيفاسيون تكون مناسبة اه, آه خاصو خاصو هو دابا يلعب على واحد الحاجه هي انه يتكونسونط مزيان ويبدا يفكر في الاشياء الايجابيه يفكر القراصون نجاح دخل عند ماماك فرحان دخل عندكم نتوما يعني حاولوا تح... حاولوا تحيدوا لي هذيك الفكره يعني بشي حوايج اللي 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 يكونوا عكس مثلا كي خ... هو خايف يسقط تقول لي اجي نشوف ولا غتنجح اجي نشوف معاك هذه المدرسه وهمي بانه راه نجح قولي لي اجي نشوف هذه المدرسه راه إن... لان انا ما خيفاش عليك نتايا حنا ما خايفينش عليك حنا عارفينك غتنجح وعرفناك ضربتي تماره وعرفناك غتوصل ماشي نزيدوا عليه تقول يقول لك انا غنسقط وتقولي لي, لي ايوا خويا اشنو علاش عشنو... غتسقط؟ آه كذب عليك حنا ما كنقولوا ليه والو هو <مم> شنو كيقول؟ كيقول لك <مم> هو العام اللي فات عنده تخيز في الريجيونال ايوا تبارك الله 13 و... راه يعني هو أه لقى فخود في خود في الكوريكسيون آه لقى ان زيرو في الكوريكسيون هذا المشكل درنا طلعنا البروسيدور والو آه ولكن كان <applause> لا وقع لنا واحد البروبليم فاميليال انا نقول هذا المشكل وقع هنا كان عنده لو شوك كيقول لك انا نخدم وما غاديش نقل انا نشرح لك انا نشرح لك انا نشرح لك انا نشرح لك هذه الحاله غش وقعات تف جديده في المديريه ديال الجديدة وهذا عائد الى مجموعه حنا ما كنقصدوش الاساتذه اللي مكونين في الدوله واللي م... واللي معينهم الوزاره بعض المتطفلين على الميدان كيمشيو ياخذوا الدروس اللي واجده والدروس اللي اللي يعني كنقولوا سيغ انترنت وكيديروا لهم حالات غير في صحيح بمعنى كيديروا لهم حالات غير في صحيح كيجيب يعني مثلا شي دروس ما كتقبلهمش ما الوزاره الوصيه كتقبلهمش المصحيح اه كيخدموا بهم بعض الاساتذه كيخدموا مع التلاميذ خدموا مع التلاميذ ماشي اساتذه ما الم... كنقصدوش حنا الاساتذه ديال اللي معينين من طرف الوزاره كنقصدو الاساتذه ديال دا الدروس الداعم حيت كل واحد دابا كيختار كيختار فين يمشي مم. كل واحد يعني دائما الانسان يحسن الاختيار ديالو اما ديك هذيك ال... حاله غير ما لو وقعت لي العام اللي فات ما مم. توقعش لي هذا العام اختي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله شكرا بزاف ماما بغيت نقول لك قلتي على لا ديال الموحد ديال بريمير حنايا الابتدائي ما غنبداو حتى لو ان شاء الله في الجوع حنا الاخرين ان شاء الله وليدات الصغار كيبقاو هما الاخرين ان شاء الله ان شاء الله بحول الله شكرا بزاف نهاركم مبروك الله يحفظك لا شكرا بزاف الله يسهل الامور سلمي شكرا سلمي لي غير كل شيء يدوز ان شاء الله بخير وعلى خير كل شيء يدوز بخير باذن الله, الله يا ربي. كل شيء يدوز بخير وعلى خير هذه مهمه جدا كي 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 دوز بعد كيكون كيسقط وكينجح كيدوز الامتحان العام اللي من بعد هذيك خصو واحد المجهود باش واحد في دماغه يدخل بانه راه ماشي ديما غيسقط أه أه. اهم حاجه انه ماشي نفس العام ذاك <متحدث> العام راه كانت 2022 عام 2023 كي آه. بزاف الحوايج تبدلوا وماشي دابا انت دابا مثلا اخويا ممون انت الا اه اه دخلتي بواحد الفكره فاش كنتي كتقرا كتقول ما غنفهمش عند اه 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 الاستاذ ديال المات راه ما كتفهمش ما ما كتفهمش اه ولا مثلا فاش كنكون غادي للامتحان فاش كنقول غادي للامتحان ما عارفينش بان راه عندنا اللاوعي وعندنا الوعي اللاوعي كبير وعندنا الوعي صغير هذاك الوعي هو اللي كيتحكم في هذاك اللاوعي مثلا ملي كنكون غادي للامتحان كنكون حافظ شحال من مره حافظ وعارف ولكن كنكون غادي مسخر الدماغ ديالي من الدار بانني غنمشي ننقل اش أه. كنولي ندير كنبقى ندور في عيني ونقلب المعلومه راه عارفه وما كتبغيش ترجع أه. المعلومه راه عارفه وما كتبغيش ترجع ومثلا بعض واحد الانرجي كيضيعوها الدراري هكا كنشوفهم في الامتحان مثلا راه نفس الورقه اللي اللي غيدوز بها الاخر للقدام هو اللور وكي وكي مني مني الاستاذ كيحط الورقه للتلميذ هذاك كيدير واحد لي فور كينود ويتهز ويمشي ويشوف واش حطوا ليه راه <applause> ورقه لك علاش ستريسيتي راسك وعلاش علاش زدتي عليك كما كنقولوا المحاين بشويه عليك تكونسونترا أه الاشياء الرئيسيه اللي خصني ندي مثلا لا كارت ناسيونال ديالي نهزها معايا في تخوز ديالي بالليل ماشي حتى الصباح ونبدا نقلب عليها ما كايناش تاخذ لي من واحد الجهد ديالي هذاك الشيء اللي باغي ندي معايا الامتحان اللي من الليل نحط لاتخوز ديالي حدايا نقاد اموري يعني ما نحاولش انني الصباح شحال من واحد لاكارت سطاتو على كارت ناسيونال أه. كيقلب عليها ما لقاهاش فينا هي وراه ستريس هذاك راه الدماغ ديالو صافي أه. تخربق نهار قبل واحد يوجد ونهار الامتحان ما تقويوش من التمر قالت <applause> <applause> لي واحد السيده ولدي خاصك تاكل 18 تمره اليوم <applause> 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 كيمشي واحد <لا. تصفيق> <applause> <ومدهر وقلو بلخة. تصفيق> شكرا بزاف مدي منيره اخويا شكرا بزاف اخويا اللي جيت فينا اليوم شكرا على النصائح <applause> ديالك اخويا والله يكملك بالخير ويكون خير جميع ان شاء الله نتمنى لكم الخير ان شاء الله <applause> في الامتحانات الامتحانات دايرين بحال حياه كلها امتحانات حياه كلها امتحانات <applause> الفنان عندهم امتحانات باش كيطلعوا سور <applause> لي سبورتيف المنتخب عندهم امتحان باش يكونوا غيلعبوا ماتش مهم جدا الحياه بحال هكذا وتوجد بسيكولوجيك مهم جدا جدا كيلعب واحد الدور كبير الحاجه اللي قلتي انت من هي مهمه مم. جدا ديال كتقول كتمشي واش كتقول النيه ديالك هذه النيه كتقول واش غادي نمشي ناجح غنعرف كل شيء غنجاوب على كل شيء ولا غنمشي غنقل باش نقل باش نقول غنمشي ولا غنمشي ما غندير والو حيت كيقول عارف راسو ما دير والو جدو درتو لي عليكم غير غير خير ان شاء الله بحول الله حنا غنتبو معكم وكنفكروا فيكم وكنخدموا فيكم وشكرا بزاف مدي منير اخويا الله يكمل بالخير حبيبي شكرا خويا مومو شكرا الطاقم ديال الايت راديو و... و... وشكرا خويا حاتيم اللي كان, كان الناس الاولين اللي, اللي, اللي تكلموا علينا اللي عرف تس... انني نكون الجنب ديالو وشكرا مرهب. بزاف خويا مومو مرحبا غزال و... مرحبا اخويا ما يكون بس عند الوالد ما يكون بس الوالد الله يشافيه في الوالد يا ربي يشافيه لان الوالد ديالي مسكين هو اللي هو اللي خدا واحد الحيز كبير من